لاعب ولاعب نادي تشرين للناشئين والمنتخبين الوطني، لاعب متميز، لاعب مهاري، اتوقع له مستقبل كثير كبير ان شاء الله تعالى. لاعب خضر، لاعب موهوب، ناشئ، لاعبين الصاعدين نادي تشرين، له مستقبل حلو ان شاء الله نتامل له. اللاعبين النادي عندنا وزاد لاعبين المنتخب بتمتع مهارات فنيه وان شاء الله يعني بيكون مستقبله حلو بالنسبه للكره السعوديه.